فشرف عظيم ان كل ليله عندك موجود الجمعه الطيبه المحترمه اللي دائما تجمع الخير. الله يسلمك. ودائما فكاك النشب يا ابو راتزي. الله يسلمك. وكل مسعاك وكل وندعو من رب العالمين لك طول العمر والشفاء، وان شاء الله كنا نقتدي بيك. لما حكيت معي قبل 4 ايام دعيتني على الدعوه اللي مقدره على راسي من فوق. اثرت انا على نفسي اني ادعو اخوي وحبيبي سعاده السفير النوايا الحسن عبد الله عطيه الفشاه يجي معي. هذا رفيق الدرب اللي صار له سنه مدوخني لف بي الاردن كله، يكرم قامات الوطن متقاعدين عسكريين شيوخ اصحاب الايادي البيضاء، حتى وصل به التكريم الى اعلى المستويات. تم طلبي وطلبوا لاعلى مستوى وقابلناه وقعدنا معه وايد مسعانا نتحرك به. في علينا حكي كثير، في علينا طخ كثير، احنا هدفنا انا وياه والمجموع اللي معنا ارضاء الله والوطن وجلاله سيدنا، لان غايات انتخابيه ولا مهاترات ولا اسود ولا ابيض ولا شيء الا قيام واجبنا الوطني تجاه الجميع. كرم العديد من ابناء الوطن والوجهاء والشيوخ حتى وصل الى حفظه القران الكريم، وعيده وعيدي بعد رب العالمين ان الطفل الضريره او الشاب اللي كان حافظ القران بعجلون العنازه لقينا بنت خالته ضريره وكرمناها واستنجدت بينا وصل صوتها لسيدنا، واقسم بالله العظيم وصل طلبها لسيدنا وعالجها من ايدي لايده شخصيا. قالت انا والله بيكم انت وابو هاب، ووصل لها والحمد لله، وقالت الله يجبر خاطرك. وبعد ما في 10 ايام كنت بقابل سيده وموصل له الورقه له شخصيا عن البنت. طبعا هذا كل الحكي حكيته لاني انا جبت معي ابو ايهاب، واثر ابو ايهاب على نفسه يكرمك يا ابو راكز تكريم يليق بمقامك بوجود الحضور الطيب هذا المحترم، لانك انت قامه ورمز على مستوى القبيله كامله.